مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بفقرة التغذية من برنامج Space Tune Mom. معكم أخصائية التغذية نادين سمايلي، وبحلقتنا لليوم حنكون عم نحكي عن هل ممارسة الرياضة هي آمنة خلال فترة الحمل؟ أول شيء لنجاوب عن هيدا السؤال، فالمفروض نحن نكون أكيد عم نستشير الطبيب تبعنا، لأنه هيدا الشيء بيرجع لحالتك الصحية، بيرجع لأدي ثابت حملك، بيرجع لإذا كان حملك عنده خطر ولا لا، فلازم تكوني عم تستشيري طبيبك لتقدري تعرفي إذا فيك تمارسي الرياضة ولا لا. هلأ عادة النساء يلي كانت تتمرن ما قبل الحمل تقدر إنه هي تضل عم تمارس نفس نوع الرياضة خلال فترة الحمل، ولكن هيدا الشيء أكيد بيرجع لحالتها الصحية، فلازم تتأكد تأكدوا من طبيبكن ليقدر يعطيكن الضوء الأخضر إنه بتقدروا تتمرنوا. هلأ إذا كنت من النساء يلي قالك الطبيب تبعك إنه بتقدري تتمرني، فأفضل أنواع الرياضة هي الرياضة يلي ما كتير عندها مجهود على الجسم. ممكن تكوني عم تمارسي البيلاتس، ممكن تكوني عم تمارسي رياضة اليوغا، ممكن تكوني عم تعملي مشي. المهم تنقي رياضة ما كتير عندها مجهود على جسدك وتكون عم تريحك وعم تحرك لك جسمك. هلأ كمان من الرياضة يلي كتير مهمة هي رياضة رفع الأثقال، ولكن إذا ما كنتي ترفعي أثقال ما قبل الحمل فللصراحة هيدي منا فرصة إنه أنت تبتدي بشي رياضة جديدة، وخصوصة الرياضة هي عندها مجهود عالي على الجسم، فالأفضل يا تكوني عم تستشيري مدربة رياضية أو تكوني عم تستندي على أنواع الرياضة يلي ذكرتهم قبل. ولكن رياضة رفع الأثقال كتير مفيدة على الجسم وبتقدر تفيدك خلال حملك، وكمان بتقدر تفيد البيبي تبعك. هلأ إذا كان طبيبك مانعك إنه تمارسي أي نوع من الرياضة، أو إذا كان ما عندك طاقة خلال فترة الحمل لحتى تتمرني، فعلى الأقل جربي إنه تحركي. أي نوع من الحركة كتير بتقدر تساعدك. ممارسة الرياضة مش بس رح تقدر تساعدك إنه أنت تحافظي على وزن سليم، إنه أنت تتجنبي عدة من مشاكل الحمل، منها الإمساك أو منها النفخة، بس كمان كتير بتأثر على صحتك النفسية وصحتك الجسدية، خصوصا صحتك النفسية. عادة الهرمونات بتكون طالعة ونازلة خلال فترة الحمل، فالرياضة بترفع مستويات الدوبامين يلي هو هرمون السعادة، بخليك تكوني مبسوطة، بخليك يكون عندك طاقة. صدقيني عم بحكيكي هيدا الشيء من تجربة شخصية، لأنه أنا بالأيام يلي بعمل فيها رياضة بحس إنه عندي طاقة وكتير مبسوطة وكتير سعيدة بنهاري، أما بالأيام يلي ما بعمل فيها رياضة فبضلني ملقحة على الصوفة كل النهار وما إلي خلق أعمل شيء. هيدا كل شيء لحلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا، وشكراً كتير على المشاهدة، وإذا حبيتوا الفيديو شاركوه مع أصدقائكم الحوامل للكل يستفيد.